على ضفاف البحار والأنهار، وربما عند سفوح الجبال وفي الغابات وقرب الشلالات، وأحيانا في الصحراء بليلها الباردة، بلياليها الباردة. دائما ما يكون للنزهة طعم خاص، ومتعتها وإثارتها التي تكمن في تفاصيل كثيرة يمكن فعلها أثناء ساعات وأحيانا أيام من هذه الرحلة. ولا تكتمل المتعة إلا بتناول الطعام في جزء من هذه النزهة، ولأن أذواق البشر تختلف دائما، كان الإعداد للنزهات اختلافه بين ثقافة وأخرى من حيث التجهيز والطعام المرغوب خلال الرحلة. حرب الطعام في حلقتنا اليوم مختلفة بعض الشيء، فهي في الهواء الطلق ووسط الخضار والسهول بين روسيا ولبنان، حيث نفتح سلة الطعام في كلا البلدين لنشكل بها سفرتي نزهة لبنانية وروسية، ونتعرف على تقاليد البلدين وأبرز الأطباق التقليدية هناك. متحمسين على فكرة للمزيد، ينضم إلينا من موسكو الزميل عبد الجواد الرشد، ومن لبنان وتحديدا من عنجر الزميل محمود شكر. محمود، شو محضرنا وشو عندك وين أنت بالضبط؟ بداية نحن في عنجر، وعنجر لها امتدادات تاريخية بعكس ما هو عليه عبد الجواد في موسكو. هذه البلدة هي تضرب في التاريخ لمئات السنين. الأمويون كانوا في دمشق، ولكن الوليد بن عبد الملك اختار أن يصيف، أن ينتقل من العاصمة السورية دمشق إلى هنا، فبنى القلعة التي تبعد علينا عنا حوالي 300 إلى 400 متر. أيضا الصليبيون، أيضا ما قبل التاريخ حين أطلقوا على هذه البلدة العسل واللبن لوجود أيضا فيها مجاري من الأنهار والينابيع وحتى أيضا النحل يسكن في هذه المنطقة، ولها امتدادها التاريخي. إذا قلنا أنه في العصر الحديث الأرمن الذين حضروا من جبل موسى إلى هذه المنطقة. كما تشاهد معي بدأنا الآن بإعداد هذا البيكنيك، والبيكنيك اللبناني هو مشهور باللحم الني ثم المشاوي ثم الجبنة. نحن نمزج ليس ما بين يعني الأوروبي وما بين التقليدي وما بين أيضا العربي، وهذه مسألة أعتقد لا يمكن لعبد الجواد أن يجمعها في موسكو. طيب يا محمود، خلينا نكون منصفين ونشوف بلاد تسار عند عبد الجواد، ماذا يحدث تحديدا وشو محضرنا؟ يلا نروح لعند عبد الجواد ونرجع ننتقل لهون عندي على المنطقة. صباح الخير ليس، صباح الخير سهام. يعني محمود يتسلح بلبنان الغالي الجميل، يعني ويجعل منه يعني يأخذ منه دفعة للتهجم على وضعنا هنا. لكن بالفعل يعني ليس، نحن الآن في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، كما نلاحظ هذا المشهد الرائع والساحر. يعني هي غابة كبيرة، تعتبر من إحدى الغابات المحمية في هذه المنطقة. طبعا لثقافة البيكنيك في روسيا وضع خاص، يعني يؤخذ على محمل الجدية باعتبار أن الصقيع القارس في هذه البلاد يعصف فيها على فترة أشهر طويلة. لذلك يعني الشعب الروسي والمجتمع الروسي يرى في مثل هذه الرحلات فرصة يعني للخروج نحو الطبيعة، بالرغم من أن فترة الصيف هي قصيرة بعض الشيء. لنلاحظ هذا المشهد لدينا، طبعا كان لابد اليوم من الاستعانة للتغلب على محمود هناك في عنجر بشيخ الكار كما نسميه في موسكو، طبعا الشيف نضال. كما نلاحظ هذا المشهد، طبعا الشيف نضال يتحدث وسيحدثنا بعض الشيء عن نوعية اللحم، ويعني كيف دخل لحم الشواء المجتمع الروسي بهذه الطريقة. لابد من في
البداية إلى لفت الانتباه إلى أن ثقافة شواء اللحم دخلت المجتمع الروسي والثقافة الروسية عبر التتر من القرم ومن بعض مناطق جنوب روسيا. شيف نضال، في البداية طبعا حتى نرد بشكل قوي مباشرة على محمود، يعني اللحم الروسي كما نعرف هو يعني عبارة عن قطع كبيرة خلال عملية الشواء، كيف يعني يمكن التعامل مع هذه القطع الكبيرة خلال عملية الطهي؟ بالنسبة للقطع الشوي في المجتمعات الروسية تقطع اللحم بشكل كبير، سبب كتير واضح حتى يكون اللحم غير ناشف عكس الطريقة العربية اللي بيقدموه في بلادنا العربية. طبعا طريقة التتبيل تبعه، طبعا طريقة التتبيل تبعه بتكون بطريقة شوي غريبة عن الواقع اللي الموجود في بلادنا العربية. بيقوموا بوضع اللحم بوضع البهارات الخاصة وإضافة اللبن وتخميره لمدة لا تقل عن 5 أو 6 ساعات، ومن ثم يقدم للشوي لتجهيزه في شكل أساسي. يعني كما يتحدث الشيف نضال محمود، يعني هذه القطعة يتم تخميرها باللبن. طب ما الفائدة من التخمير باللبن؟ بيعطي لون وبيعطي طعم وبيعطي طراوة للحم، وبيعطي يعني لحم بتكون طرية غير قاسية عكس ما هو موجود عندنا في بلادنا بالنسبة للحم اللحم العجل. أما بالنسبة للحم الغنم نفس الطريقة تماما، بيقدموا في نفس التتبيلة تماما ونفس القطعة بتكون قطعة ساعات. طيب عبد الجواد نخلي محمود يرد عليك أكبر. طيب محمود، أنت لم تجمع العائلة والأصدقاء؟ نعم، خلينا نشوف محمود. ولكن معك رئيس بلدية عنجر أيضا، وحدثنا عن طريقة. نعم تفضل. نعم طبعا، نعم أنا بداية أنا مع احترامي لعبد الجواد سأكون منتصرا عليه لمسألة بغاية البساطة. هو استعان بحضرة الشيف الذي أكن له كل احترام، في حين أنا شخصيا من قمت بعمل هذه المائدة. إذا شفت أنا يعني أنا اللي أشرفت من امبارح بالليل على التقطيع، على تحضير اللبن، على تحضير هون في المفارقة في روحية المائدة. عندي أنا هذا تحسب لي، بس عند عبد الجواد لا تحسب له لأنه هو استعان بأطراف أخرى على الأرض. لذلك سأذهب أنا وأستعين برئيس بلدية عنجر الرئيس خشان الرئيس بالحديث عن البيكنيك في العالم وفي لبنان. أنتم بالضيعة وبهذه البلدة الجميلة جدا، شو عم تعملوا حتى تشجعوا هذه السياحة؟ أولا بتشكركم ويعطيكم العافية، وتحية للمشاهدين كمان. نحن إيماننا كبير بلبنان، ومشان هيك منشجع السياحة أكيد، لكن السياحة بدها أمان، بدها نظافة. من هالمبدأ نحن عم نشدد أكثر شيء بالأمان وللنظافة، ومنفتح مجال، بنعمل حدائق لأن نجذب الكشاف واللي بدهم يخيموا بدهم يجوا بهدف بيكنيك وكذا. نحن فتحنا لهم مجال كتير كبير ليجوا يتعرفوا على عنجر ويحسوا أن لبنان في مستقبل لبنان. رئيس أنت بظل الظروف الاقتصادية في صعبة، يمكن في ناس عم يقولوا هلا نحن حاطين طاولة وكذا، برأيك الناس عم تروح على المطاعم أكثر أو عم تطلع على البيكنيك أكثر؟ أيه عم يصير أنت عم تشوفه على الأرض بعنجر؟ أكيد في ناس بتروح على المطاعم عندهم إمكانيات يمكن، بس اللي ما معهم إمكانيات مش محرومين، ما لازم يكونوا محرومين من الأكل أو من هالبسط. نحن فتحنا له مجال بهالطبيعة الحلوة، من حقهم يتمتعوا فيه مثل أهلنا. اللي بيفوت على عنجر بيكون أعضاء بالأهل. الرئيس فيك تقلي بس أنك شوفي عندك محميات بيئية، عندك النهر، عندك الجبل، وعندك الزراعة اللي عم تصير اللي هي كلها سوا بضمن إطار البيكنيك. لا مش كل الضيعة، مع احترام لكل الضيعة مش كل الضيعة. محمود يعني المنظر واللقاء لا يمل، ولكن لضيق الوقت للأسف نشكرك من لبنان من عنجر تحديدا، ونشكر كمان الزميل عبد تفضل. أوكي. تفضل. عندنا معالم سياحية مميزة جدا. شكرا ليس، هيدي الحلقة الثانية، الحلقة الفقرة الثالثة هي مسألة الطعام. خلي عبد الجواد ومع احترامي للشيف اللي جايبه يفرجينا كيف بده يكون شوي اللحم والفول والبيض بالأورمة.
الساعة الثانية إن شاء الله. كان معنا محمود شكر من عنجر في لبنان وعبد الجواد الرشد من روسيا. منشوفكم بالساعة الثانية. والآن عودة إلى حرب الطعام، موسكو وعنجر في لبنان. يلا باي، خلينا نشوف ماذا يحدث هناك من حروب. كيف الوضع عندنا؟ نبدأ مع مين؟ مع محمود. يلا محمود تفضل. نعم، أنا سأذهب سريعا إلى مقولة: إذا ذهبنا إلى الهند والسند لن تجد البيض بالأورمة مباشرة على الهواء يطهى كما نفعل الآن. الشيش طاووق، الكباب، اللحمة، الفول المسقسة، هو مصري أو سوداني بس، ولكن هذه المرة هو لبناني وتحديدا من عنجر، ثم بعد ذلك إلى هذه الطاولة الشهية. معي المعلم حنا الذي هو أيضا يتعاطف في الشأن السياحي وأيضا البيئي في هذه البلدة، وهو له هذه الأرض. معلم حنا، سريعا برأيك الآن بهيدي السنين عم يصير في بيكنيك، وقبل البيكنيك، قبل البيكنيك برأيك من سينتصر، نحن أو زملائنا في روسيا؟ ميرسي محمود للمقابلة. أكيد نحن بدنا نربح، أنه لبنان معروف بالأكل وبطولته بسفرته بذوقه وبكل شيء فريش. زميلي عبد الجواد قالوا لي انه هو عم يشوي اللحمه فقط، بس الان نحن شايف يعني هاو اللحمات. نعم محمود، عفوا، يعني الفواكه من عندنا من بستان، البندوره من عندنا، كل شيء فريش. هذا طبيعي؟ طبيعي، ماي نظيف، النهر قدامكم مثل ما شايفين، كل شيء طازه اورجانيك على ذوقكم. يعني برأيك هلأ أنا ما بعرف شو وضعه عبد الجواد، شو عم يعمل هلأ نشوف وضعه، شو رأيك نروح عبد الجواد شوية؟ لحم النيل، كفتة، الكباب، الأجبان، الألبان، خلينا نروح لعنده، نروح لعند عبد الجواد، ما في مشكلة. نعم، خلينا نشوف ما يحدث عند زميلنا عبد الجواد في ريف موسكو إذا صح التعبير. ليس يعني في الحقيقة كما يبدو، بعد تراجع أسهم محمود خلال هذه المنافسة استعان ببعض الخبراء في لبنان. دعونا نشاهد يعني أين خبراءك يا عبد الجواد؟ إليه الشيف نضال كما نلاحظ، يعني لدي مفاجأة من العيار الثقيل يا ليس، أصبر قليلا. شيف نضال، وين صرنا بشوي اللحم هلأ؟ هلأ اللحم صار تقريباً جاهز وفينا نقدمه للضيوف العالم. شوفي عنا، شوفي عنا هلأ، في عنا الكباب وفي عنا الشيش طاووق وفي عنا جوانح وفي عنا اللحم التلاتنا المشوي، اللحم العجل المشوي. تمام، تعال يا ليس لشوف المفاجأة تبعي، تعال يا ليس. يلا احنا معك تفضل. كما نلاحظ يعني الشباب اجتمعوا بموسكو، وخبيت لك مفاجأة من العيار الثقيل، هو الأستاذ الدكتور بسام البني المحلل السياسي الذي يظهر عادة على العربية والحدث. أستاذ بني، شو رأيك باللحم وبالطهي وبالطريقة اليوم بموسكو؟ اللحمة تذوب في يدك لا في فمك يا محمود، في يدك لا في فمك. ها شوف، ها 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 ها. هذا الكلام قوله لمحمود. في يدك لا في فمك. ها ها، شلون أخي كمان؟ شيء كتير كتير طيب. يعني هذا هو المشهد لدينا. طبعا رغم التحدي الكبير نكن كل الاحترام للبنان ومحمود وجميع يعني الزملاء هناك وللشعب اللبناني بشكل كبير، والمحبة الكبيرة لتلك الأجواء التي يعيش فيها محمود، لكن اسمح لي ليس أن ألفت الانتباه إلى نقطة صغيرة. فضل. بأن موضوع الشواء لدى في الشرق الأوسط والمشاوي اللبنانية المعروفة يمكن يعني الحصول عليها في العديد من مناطق العالم، أما الشواء على الطريقة الروسية فلن تحصل عليه إلا في غابات ضواحي موسكو. يعني حتى لاحظنا المحللين السياسيين لهم طريقة في تناول اللحوم يا عبد الجواد. خلينا نرجع عند محمود ونشوف ماذا يحصل هناك. معلم حنا، الشباب في موسكو يقولون أن الطريقة في شوي اللحمة هي تفوق كل الطرق في العالم، بس ولكن أنا أقول لعبد الجواد أني استعنت بالمعلم حنا لأنه هو عنوان للسياحة في المنطقة من جهة، وثانيا له الخبرة الأرمنية اللبنانية. هاي مسألة موجودة في روسيا أو غير موجودة؟ هلا موجودة بس مش مثل لبنان، أكيد مش مثل لبنان. واللحمات اللي عم نشويهم هلا من خواريف اللي شفتوا قبل شوي، من خواريف، هاي الخواريف اللي كانت هون يعني من نفس المزرعة. نعم، كلهم
أكل صحي وغير شكل. أنت برأيك نحن الخطوات اللي عم يقولوا إنه اللحم يذوب في أيديهم قبل أن يصل إلى بطونهم في موسكو، أنت برأيك هون شو عم يصير معنا؟ وصف لنا الواقع الآن على الهواء مباشرة وعلى كل امتداد العالم. يعني الريحة لحاله بكفي والصورة لحاله بكفي. نحن تقدمنا عليهم قبل القول والفعل بالحاسة وبالشم وبالمنظر، وهذه المناظر إذا سمحت، هذا البيض الآن بالأورما، هذه مسألة لا يمكن أن يحصل عليها لا في موسكو ولا في باريس. يعني نتمنى أن يحصل عليها في لبنان وفي تحديدا في عنجر. نشكر عبد الجواد الرش من موسكو وكذلك الزميل محمود شكر من عنجر في لبنان، شكرا لكما.